Number one, the police quickly cleared the mystery of who took the money from the bank last week. Ha, huh? Clear A. يلا الشباب اللي مش هيتكلم يحط خط تحت الإجابة. Cleared up. Clear up, تمام. Clear up يوضح غموض. رقم اثنين, وائل on a plane before he flew to عمان. Had never been. Had never been, تمام. لأن before قبلها ماضي تام, بعدها ماضي بسيط, تمام. الإجابة رقم A, تمام. Number three. Ahmed wants to be like his grandfather who has been a big A on him. Influence, تمام يا فاطمة, وتسنيم, تمام. Influence يعني معناه تأثير. Number four. We had to stand. We had to stand on the bus because seat was taken. Every seat, تمام يا فاطمة ومريم. Every seat was taken. The children did not let the wind stop there of the picnic. الأطفال ما خلوش الرياح تمنع الانجويمنت, تمام, المتعة بتاعتهم, تمام. Number six. My parents me tidy my room before I could go out this weekend. My parents had me tidy, تمام. بص كده يا جماعة, هاد وبعدين مفعول اللي هو مي بعدين مصدر, لكن لو رقم بي ديت الفعل الأساسي فيها got, فيبقى got me to مصدر, يعني عشان أخذ رقم بي ديت كان يبقى هنا to tidy, لكن الإجابة هنا هاد, تمام. Number seven. The information in this report is very old. Please can you it update, تمام. Update بمعنى يحدث. Number eight. Look, some flowers by those children for today's spring festival. الورد بيرسم ولا بيترسم؟ بيترسم, يبقى باسف. أيوة. طيب بس خلي بالكو, look ديت يبقى عايز حاجة بتحصل دلوقتي, the present continuous. أيوة تمام يا مريم. Are being drawn, تمام. فاطمة. Number nine. You will really like this book. This story is, هتعجبك جدا القصة ديت أو كتاب ده. القصة is terrific. كلمة terrific يعني هائل. الكلمة دي مهمة جدا جدا جدا. كلمة terrific معناها هائل. Number 10. Poor Hani go to hospital yesterday after he hurt his hand. بعد ما عور إيديه. طيب. هتبقى had to. تمام كده. Had to معناها كان يجب في الماضي. Number 11. ثواني كده يا جماعة. في رسالة بس على الموبايل. كل حد مش عارف يدخل. طيب ثواني ابعت ال معايا لحظة. نرجع تاني. رقم كام؟ بورهاني had to. Number 11. خالد has an to see the doctor. An appointment, تمام. Appointment يعني ميعاد. تمام. بعد كده. إيمان said that Damascus the capital. يبقى Damascus, تمام يا أحمد, is. عشان الحقائق الحقائق لا تحول الى الماضي, تمام. طب ركزوا معايا يا جماعه, دمشق عاصمه سوريا, هل دي حقيقه علميه ولا حقيقه عامه؟ دي تعتبر حقيقه عامه مش علميه, يبقى هنا ينفع إذ وينفع واز, يعني ينفع مضارع وينفع ماضي, عشان كده ما جابش الاختيارين في الاجابه. الحقيقه العلميه هي المضارع فقط 100%, لكن مثلا دمشق عاصمه سوريا, تمام, ممكن تتغير, عشان كده ينفع فيها مضارع وينفع فيها ماضي. نمبر 13. When you revise, take regular breaks because it's difficult. When you revise, take regular break because it's difficult to A for me for more than an hour.
concentrate تمام concentrate يعني يركز تمام واللي بعدها كريم promised that he us the next morning promise اصلا بتدل على will بس الكلام ده محول الى الماضي فتحول الى would تمام يا فاطمه وتسنيم وتغريد يبقى would phone خلي بالكم يا جماعه لو دي promises فتبقى will يعني لو الجمله مضارع اسيب كل حاجه زي ما هي لو الجمله هنا معموله ماضي بحول الكلام الى الماضي نمبر 15 منال can speak very good english but she is not لكنها ليست تمام يا احمد fluent يعني فصيح نمبر 16 هالة أسكت علا the following Monday خلي بالك بقى هنا أدي أسكت عايز بعد كده رابط اللي هو كلمة وقت عايز بعد كده اسم شخص يعني شي عايز كلام ماضي يبقى what she would do تمام letter C what she would do أنا بعد ثلاث حاجات فعل قول رابط تكملة فعل قول اللي هو أسكت الرابط اللي هو what فعل فعل ماضي she would نمبر 17 there was a this morning and many of the roads flooded وكتير من الطرق اتقفلت يبقى داون بور اللي مطر غزير تمام نمبر 18 it be difficult to climb that hill there are small children في اطفال موجوده في قمه التل يبقى هل ده كان صعب طبعا زي ما كلكم قلتوا كانت ومعناها لا يمكن نمبر 19 the teacher was angry because two boys were talking the lesson كان بيتكلموا اثناء الدرس ايوه ثرو اوت تمام بسم الله ما شاء الله مريم asked me whether we to the park سالتني لو انا هروح البارك طيب جميل انا في عندي should go وفي عندي went تمام كده انا ايه الاجابه الصح هي كلمه should go طيب ايه اللي خلى كلمه should go هي اللي صح نرجع لاصل الجمله اصل الجمله هنا كان shall we go to the park فكلمه shall اللي بتاعت اقتراح تحول الى should تمام كده نمبر 21 My little sister is very good at making a stories. ها يألف اسمها ميك اب. افتكر معي بقى ميك اب يألف. ميك اب فور يعوض. ميك اب his mind يقرر. Number 22. The teacher wanted to know which exams I عايز اعرف انهي امتحانات انا عديتها. الحيرة هنا ما بين كلمة past و had past. تمام؟ طيب. خلي بالك هنا انا عندي نشوف طالما انا عندي اتنين ماضي اشوف الكلام اصله ايه ثواني كده ايوه طيب ان شاء الله انا هحل انا طب لو عايز يا عبد الله لو عايز اي حاجه تانية تتشرح قولها لي وانا ان شاء الله ممكن يعني اعمل ده وده باذن الله هو اصلا انا اخر امتحانين في الورك بوك بس اللي احلهم تقريبا يعني مش كله فهنخلص ده ونخش حاجه تانية طيب بسم الله وصلنا لحد فين اللي ديت هتبقى had passed طب ليه لان كان اصلها which exams did you pass فالكلام الماضي يحول الى ماضي تام يا which exams I had passed number 23 it was hard to climb the mountain but it was a the views from the top were amazing worthwhile جدير بالاهتمام 24 I the name of my friend's cousin I wanted to know the name of my تمام wanted to know أراد أن يعرف تمام يا جماعة اللي بيحط خط بيمسحه عشان الخطوط دي كلها عاملة الشاشة مبوظاها wanted to know number 25 مازن has had a he is now the manager of the shop where he was an assistant يبقى had a promotion كلمة promotion يعني ترقية خلي بالنا had a promotion لكن في كلمة اسمها promoted اترقى فلو أقول مثلا get promoted Number 26. New cars and electrical goods are usually around the world on giant ships. Are usually إيه؟ تنقل transported. تمام تنقل حول العالم. اللي بعدها. It's Khulud's first day studying science at university. So she needs to find the science. عايز تلاقي قسم العلوم اللي هي department. تمام. أنا حل بسرعة شوية يا جماعة علشان بس إيه في ناس طالبة مني شرح قصة في ناس طالبة مني شرح قاعدة إف يعني فعشان إيه عشان نقدر نعمل ده كله في الوقت القصير اللي قصادنا My friend suggested going تمام 29 فأنا مش هقول التفسير بتاع الجملة ماشي The statue was A in the park where many people could see it The statue was in the park positioned تمام متمركز
Number 30, the teacher warned the students time. حذرهم ما يضيعوش وقت. Not to waste time. تمام. هفوت القطعة. الديالوج الأول القصة بيقول لي هنا إيه؟ What did Rassendyll think helped people to forgive his mistakes؟ اللي ساعد Rassendyll what ماذا Rassendyll اعتقد ساعد الناس انهم يسامحوا على اخطائه؟ الشعبيه بتاعته اللي بتزيد. He was growing in popularity. رقم ايه؟ تمام. Why were 3 of 6 men at castle of Zinda؟ ليه 3 رجاله في قلعه Zinda؟ They were guarding the king. تمام. رقم بي. Antoinette de Mauban was no longer لم تعد staying تقيم مع مايكل كضيف because تمام they had had a big argument. كان بينهم جدال. Number 4, what did Rassendyll use to escape؟ استخدم ايه عشان يهرب من السمر هاوس؟ تمام. من السمر هاوس هتبقى طيب. بص يا جماعه الجمله ديت كان فيها حبه لبش كتير بس انا شفتها في الجايد انسر بتاع كتاب مدرسه. السمر هاوس الميتال تيبل رغم ان هي فيها لبس شويه. السمر هاوس البيت نفسه عشان يهرب من جوه البيت اللي هو من رجاله مايكل كانت الميتال تيبل، لكن من الاسوار او من السور اللي هو اللي حوالين البيت نفسه كان اللادر. واتمنى ان السؤال ده ما يجيش لان حتى المدرسين نفسهم مختلفين فيه، بس انا شفتها في الجايد انسر بتاع كتاب المدرسه كانوا كاتبينها الميتال تيبل. تمام كده؟ يبقى لو اللي هرب من السمر هاوس ميتال تيبل ان شاء الله. Do you think that Sept is worried that Rassendyll is king؟ سبت كان قلق على راسندل ان هو الملك؟ هقول يس. Because if راسندل was killed او is killed the game is over. Michael would be the king. مايكل هو اللي هيبقى الملك and the king the real king would be killed. Number 2, what do you think might have happened if Antoinette had plotted؟ لو أنطوانيت اشتغلت ضد راسندل يعني كانت تأمرت ضد راسندل كان ايه اللي هيحصل؟ كان هيبقى راسندل would be killed، كان برضو راسندل هيتقتل، and Michael would be the king، ومايكل هو اللي هيبقى الملك. وطبعا ثابت and Fritz would be put in prison or would be killed too. Why do you think that ثابت stopped راسندل telling Prince Flavia who he really was؟ ليه ثابت منع راسندل يقول فليفيا هو مين؟ هنقول because it may be very dangerous، لان ده ممكن يبقى خطير جدا. بعد كده سامي meets an English tourist by a river، بيقابله بجوار النهر. Excuse me I advise you not to drink، وانصحك ما تشربش من مية النهر. قال له كذا I know that the water isn't very clean. ها يبقى هنا ممكن يديله اي جملة موافقة، يعني بيقول له بنصحك ما تشربش من مية النهر، ممكن يقول له I agree with you أو thanks for your advice، ممكن يقول له شكرا على النصيحة. I know the water isn't very clean. سؤال قال له I am from England. يبقى السؤال ده انت منين؟ اللي هي where are you from؟ تاني where are you from؟ طيب قال له I am from England. I've just spent a week walking across the desert. انا اقضي اسبوع امشي حوالين الصحراء. ماشي. في جملة فيها علامة تعجب. Wasn't it dangerous؟ قال no I studied how to live in the desert before I came here. فهنا التعجب ده ممكن يقول له really مثلا كده بجد. Wasn't it هنا دي تبقى really wasn't it dangerous؟ راح قال له no I studied how to live in the desert before I came here. سؤال قال له skills such as using the sun to find your way. هو بيقول له انا درست، فممكن يقول له ماذا تعلمت؟ what did you study؟ انا جبتها من كلمة study دي. What did you study؟ قال له skills such as using the sun to find your way. وبعدين سؤال قال له I've got a lot of hobbies and interests. طيب خلي بالك بقى هنا كلمة what about بتنفع في معظم المحادثات، يعني هنا تنفع اقتراح وتنفع دعوة وتنفع حاجات كتير. فممكن في نمبر 5 دي يقول له what about your hobbies، فراح قال له I've got a lot of hobbies. يبقى نمبر 5 what about your hobbies، راح أرد عليه قال له I have got a lot of hobbies and interests. Sport is my favorite. I'm going to surf in the desert later. سؤال قال له no I'm not joking. Look you can watch me surfing on my phone. فهنا ممكن يقول له are you joking؟ راح قال له no I'm not joking. أو ممكن يقول له آه فعلا هي are you joking، هل أنت بتهرج؟ اللي بعديها الترجمة unfortunately. طبعا لو جي قالك اكتب إيميل، الإيميل اللي أنت بتكتب فيه to فلان، وممكن تكتب الإيميل بتاعه from فلان وتكتب الإيميل بتاعه،
وبعد كده subject وتكتب الموضوع يا to from subject أو to from about، وبعد كده dear عزيزي، وبعد كده تكتب مثلا إيه المقدمة بتاعت الليتر العادية اللي هي مثلا I'm happy to write this email for you، وتكتب وخش في الموضوع وختمه وكده. طيب ال translation: unfortunately the factory closed and the workers were made redundant، يعني لسوء الحظ تم إغلاق المصنع وأصبح العمال بلا عمل، أو أصبح العمال عاطلين أو عاطلون، مش عارف الإعراب إيه. The industrial revolution started، بدأت الثورة الصناعية في إنجلترا نحو نهاية القرن 18. الترجمة العربي: يرسل بعض الشباب سيرتهم الذاتية للشركات المختلفة بحثاً عن عمل. يبقى هقول some young people send their CV to different countries to search for jobs. أخبرني علاء أنه دائماً ما كان مجتهداً عاملاً، ولذلك فهو مؤهل لهذه الوظيفة. علاء، طيب هنا ما ادانيش زمن، اعملها مضارع تام present perfect. علاء has told me that he is always hard working and أو so he is qualified for this job. تاني، علاء has told me that he is always hard working so he is qualified for this job. الامتحان كده فاضل لنا امتحانين يا جماعه، اللي هو 4A و4B، وبكده خلصناهم والباقي نحله، تمام كده. وبعد كده ابدا اشوف اللي عايز قصه ماشي، حد كان عايز يقول لي رجع لي قاعده F ماشي. نحاول نحل بسرعه شويه. You put your coat on the floor now it's dirty. ها يا جماعه اللي عامل الاخضر ده بالله عليكم يمسحه، الشاشه بتاعتي شكلها قذر يا مستر، مش عارفه امسحه ازاي. ما انا ما استخدمش موبايل قبل كده، بس فيها تلاقي في استيك عندك. مش عارفه. طب يا جماعه حد يكتب لها في الشات كده تمسحه ازاي. يو بوت يور كوت اون ذا فلور ناو اتس ديرتي، هتبقى shouldn't have put your coat on the floor. دي كده بتاعت عتاب او لوم، اللي هي should have تصريف ثالث. الاجابه رقم دي shouldn't have put your coat on the floor، رقم دي. نمبر 2، حد يا جماعه كتب لها تمسحه ازاي. نمبر 2، water boils at، دوسي على القلم هتظهر تحت علامه الاستيكه. حد بيقول لك كده، دوسي على القلم امشي بيها على الخط هيتمسح، هتلاقي علامة الاستيك على القلم. ها شايف الكلام ده؟ نكمل. water boils at 100 degrees، ها هتبقى centigrade، تمام، اللي هي رقم B. number 3، if you wear red and green paint you get brown. if you، نمبر 3 يا جماعه، ايوه، if you mix دي اف الحالات 0. نمبر 4، محمد does a lot of charity work in his neighborhood. خلي بالكم neighborhood معناها حي، كلمه neighbor يعني جار، كلمه neighboring معناها مجاور، كلمه neighbor لي معناها حسن الجوار او حسن السلوك. نقولها تاني، كلمه neighbor يعني جار، كلمه neighborhood يعني حي، كلمة نيبرينج يعني مجاور، ان كلمة نيبر لي معناها حسن الجوار او حسن السلوك. نمبر 5، بيقول لي if احمد had read that book he what happened at the end، يبقى دي كانت في الحالة التالتة اللي هي if had be would have be، يبقى would have known letter D. نمبر 6، the Nile floods used to A every year، تحدث كل سنة، فين كلمة يحدث؟ اوكر، تمام. بعد كده زينب very surprised when she won the art competition she didn't think، ما كانتش معتقده ان الرسمه بتاعتها حلوه، يبقى اكيد كانت مندهشه، يبقى must have been لان الكلام في الماضي، تمام. اللي بعدها نمبر 8، we all knew that about the film because it had a lot of، اللي كان له كثير من من الدعايه، كلمه دعايه مهمه جدا، كلمه publicity، تمام يا تسنيم. it's very hot today I wish it a cooler، الجو حار، ده تمني في الحاضر يحول الى ماضي، تبقى
was تمام. Have you ever seen by a been؟ هل انت لدغت بواسطه بي قبل كده؟ كلمه لدغت اللي هي كلمه stung تمام. خلي بالك بقى من كلمه اسمها stinging ريبر، تقرير لاذع. نمبر 11 I left my bag on the bus. I wish that I more careful with it. انا تركت الشنطه بتاعتي في الاتوبيس، بتمنى ان انا ها ده تمني في الماضي وحول لماضي تام، يبقى هات بين تمام. نمبر 12 this insect is كذا it's smaller than a bee، اصغر من النحل، يبقى صغيره جدا. كلمه صغير جدا اسمها ايه؟ تايني تمام. تايني مع صغير جدا. that cafe always closed، بيقفل بدري. I wish it a open a bit later. I wish it هنا ده تمني في الحاضر يحول الى ماضي او مستقبل، فاللي موجود عندي هنا مستقبل اللي هي would stay رقم ايه. بعد كده how can scientists the age of the tree، كيف العلماء بيحسبوا ها كلمه يحسب اسمها calculate تمام. خلي بالك calculate يعني يحسب، لكن كلمه count يعني عد. لو بيقول لي الحلقات اقول له count، بيحسبوا عمر الشجره بعد الحلقات counting، لكن هنا بيقول لك كيف العلماء بيحسبوا لعمر الشجره، يبقى كالكوليت. كالكوليت حساب، لكن كاونت يعني يجمع فقط او يعد فقط. ساره وشز شي، ركز معايا، اذا كان الفاعل بتاع وش اهو ساره هو الفاعل اللي بعدها اللي هو شي، ما ينفعش ناخد وود تمام. يبقى ساره وشز شي سي هير كازن مور اوفن، يبقى شي كود تمام. الوحيده اللي تنفع ذا ايه of this room is about 3 meters، العرض بتاع الحجره دي تبقى the width تمام. خلي بالكم كلمه ذا عايزه بعدها اسم، فما ينفعش اقول ولا large ولا big ولا wide، لان دول صفات. نمبر 17 you can borrow this book as you look after it، تستعير الكتاب ده، يبقى بشرط كلمه شرط as long as تمام. لو on condition تبقى on condition that، لو provided تنفع لوحدها او provided that. In golf it is best if you can hit the ball، لو تخبط الكرة جامد ها. الحال من كلمة hard هو hard، هو hard يا مريم، hit the ball hard، لكن كلمة hardly معناها بالكاد وتعني النفي، يبقى الإجابة هنا hard. بعد كده there is a lot of traffic on the roads today so we late، احتمال نتأخر، بقولك في زحمة مرور واحتمال نتأخر تبقى might be تمام. نمبر 20 Old bridges used to be made of wood but modern ones are usually made of، الكباري الحديثة مصنوعة من الخرسانة اللي هي كونكريت تمام يا تسنيم وهاجر. سامي is feeling ill، يشعر بالمرض. I think he to see a doctor، الوحيدة اللي تقبل to انهي في دول تمام، ought عشان كلمة to، لكن should وmust وcan ما بيجيش بعديهم to. Number 22 be careful with the glass vase it is، خلي بالك من الفازة دي عشان هي ها valuable تمام قيمة. نمبر 23 that you lived by the sea what would you do every day، ها اللي بتحل محل اف وتيجي في اول الجملة imagine وsuppose وsupposing، تاني imagine وsuppose وsupposing. نمبر 24 we don't need that old paper bag you can throw it، ممكن ترميها بعيدا throw away تمام. 25 don't go to that restaurant you like Chinese food، ما تروحش المطعم ده لو مش بتحب الاكل الصيني unless تمام. 26 if it doesn't rain soon، لو ما مطرتش there will be a، هيبقى في جفاف، كلمة جفاف اسمها ايه؟ drought الأخيرة، drought الأخيرة معناها جفاف، الأولانية دي معناها تيار هواء. only open this door an emergency، افتح الباب دوت في حالة الطوارئ، يبقى in case of تمام، in case of في حالة بعدها noun أو ing. بسم الله did you know that the A of the moon is كذا، هل تعرف الايه القطر بتاع القمر أكيد diameter. بسم الله لأن مش هيبقى height ولا length ولا depth. I want to go to the park if you with me، أنا مش رايح لو أنت ما جيتش معايا، يبقى if you إيه don't come with me، don't come letter B. بعد كده we felt great A when we heard that you were leaving the school، we felt great شعرنا لما سمعنا ان انت هتترك المدرسة، يبقى great sadness
great sadness شعورنا بحزن شديد. great دي الصفة، الصفة عايز توصف اسم، يبقى شعورنا بالحزن الشديد لما سمعنا انت تسيب المدرسة. طيب انا فاضل لي يا اولاد 9 دقايق، ممكن اجيب التشوز الاخير الثاني اللي بتاع اخر الامتحان وبعدين ايه نبقى نرجع للقصه والديالوج وكده. ذا ريز اوف ذا سان ان شاء الله باذن الله يا جماعه انا هعمل سيشن ثانيه بعد ديت هراجع فيها اللي عايز يراجع القصه ماشي، اللي عايز يفتكر اي قاعده يقول انا عايز قاعده كذا فكروا بيها ماشي. يعني السيشن الثانيه مش تبقى الورك بوك، هتبقى اللي هي تذكره قول لي اسم القاعده وانا اقول لك كل حاجه عنها. ذا ريز اوف ذا سان ذا ستاتشو تضيء التمثال تبقى illuminate تمام. You wash the car. The man at the garage will wash it tomorrow. الراجل هيعملها بكره. Need انت تمام. Many modern houses have solar on their roofs. Solar لوحات شمسية او panels تمام. حسن has worked hard for the test. I will be surprised if he لا هنا دي اف الحالة الأولى. I will be surprised if he أنا عايز مضارع doesn't pass. اللي بيقول لي will خلي بالك اوعى تحط will بعد if، اوعى تحط will أو would بعد if. never use will or would after if. يبقى هنا دي حالة أولى تبقى doesn't pass. number 5 the bottom of a shoe is often made of بيصنع من إيه؟ من المطاط rubber. if I went to Australia I my cousins if ماضي would مصدر تبقى would see تمام. we saw a at the center today theater today she is a famous singer. ركز قوي في ديت كلمه celebrity معناها شخص مشهور تمام. كلمه celebrated معناها مشهور بس صفه. عادل bought that phone if it hadn't been so expensive. دي في حالة تالتة you might have رقم B. The police the car to stop before the thieves could drive away. The police the car to stop أنا عايز كلمة بيجي بعدها to أيوة forced تمام. كلمة made يجي بعدها مفعول مصدر، كلمة had يجي بعدها مفعول مصدر، لكن كلمة forced يجي بعدها مفعول وto. I feel ill I wish I so many sweets بتمنى ما كنتش اكلت حلويات. ده هو اكل كده يبقى ده تمني في الماضي وحول الى ماضي تام يبقى hadn't eaten تمام. خلي بالكم في جمله مستخبيه في الجمله دي كده اللي هي I ate sweets انا اكلت، يبقى اعمل تمني تحول الى ماضي تام يبقى hadn't eaten. number 11 the boys to have made so much noise in the library. اللي وحيده اللي بتقبل تو هي كلمه ought يبقى ought not. have to have made so much noise يبقى لا ينبغي مش ينبغي، يبقى الاجابه رقم سي. نمبر 12 سلمى is in England she wishes it raining بتتمنى الدنيا تبطل مطر. تمام. would stop لان هي عايزاها مش لا مش هينفع stop بس لان هي مش عايزاها تبطل في اللحظه دي بس، ده هي عايزاها تبطل على طول في المستقبل كمان يبقى would stop. زائد ان اصلا من ضمن استخدامات كلمه would انها تعبر عن المضايقه، فهنا هي في انجلترا ومتضايقه من المطر فهي she wishes it would stop raining فالمطر مضايقها عشان كده نستخدم كلمه would تعبر عن المستقبل وشيء من المضايقه. It was very hot so we sat a big tree and had a rest. ها قعدنا تحت شجره تبقى beneath تمام. beneath يعني اسفل. شاطره يا مريم. علي is very tired and wishes he in bed بيتمنى لو كان قاعد في السرير. لا هنا الكلام ده مضارع فيحول الى ماضي يبقى ما هو he is very tired and wishes he was in bed. ركز معايا كلمه wishes الفعل اللي قبلها هو الفعل اللي بعدها يعني علي هو هي فيبقى كلمه would ما تنفعش. كمان مره كلمه wish لو الفعل اللي قبلها هو الفعل اللي بعدها ما ينفعش نستخدم كلمه would يبقى would مش هتنفع والكلام ده مضارع يحول الى ماضي يبقى كلمه was مش ماضي تام. Look at that cat. انظر للقطة دي. It is a mouse. هي بتطارد الماوس. تبقى يطارد يعني chasing. تمام. رقم A. Number 16. You can go to the park. You are home. تقدر تروح حديقة في حالة انك تكون في الساعة 8. تبقى as long as as. وكلمة in case. خلي بالك قوي. كلمة in case غلط. الإجابة provided that. الإجابة provided that.
ايه اللي خلى as long غلط؟ عشان اسمها as long as. ايه اللي خلى in case غلط؟ ان in case معناها في حالة او تحسبا. يعني ايه تحسبا؟ يعني ممكن الحاجة دي تحصل او ما تحصلش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لما اجي اقول لك خد المفاتيح معاك تحسبا انك ترجع متأخر، يعني ممكن ترجع متأخر او لا. اقول لك خد معاك فلوس تحسبا انك تحتاج تشتري حاجة، يعني ممكن تحتاج او لا. هنا بقول لك روح الحديقة عشان الاحتمال ترجع الساعة 8 ولا لا؟ لا، ده انا بقول لك بشرط ترجع الساعة 8. يبقى الإجابة هنا provided that. نقول كمان مرة ان كلمة in case فيها شيء من المرونة، يعني تحسبا الحاجة تحصل او ما تحصلش. يبقى الإجابة رقم A. Number 17. It was easy for them to sail up the Nile because there was a north wind. كان في رياح. A north wind. تمام. رياح شمالية. ما فيش، مش هتنفع dark، مش هتنفع solar، ومش هتنفع tight. اللي بعدها. You can't drive a car. You are 18 or older. مش هتسوق عربية. أيوة. Unless. تمام. Unless عشان بقول لك لو لم تكون عندك 18 سنة مش هتسوق. Many a travel to work in Cairo on the metro. مسافر لعمله اسمه ايه؟ كمبيوتر. تمام. Number 20. We فاضلي دقيقتين عايز اخلص اللي تشوز ان شاء الله. We hurry it only takes 10 minutes. بتاخد 10 دقايق عشان نروح المحطة، احنا مش محتاجين نسرع. تمام. تبقى needn't. 21. Strange weather. كان إيه ممكن يحدث؟ كانت يحدث يعني ايه؟ اوكر رقم ايه. تمام. 22. I regret. ايه regret؟ تحب بعدها ing على فكرة، بس يجي بعدها تو على حسب. هقول لكم that we can't go to the science museum next week there are. خلي بالك انا دي هتبقى regret to say. regret لو جي بعدها تو معناها اسف. regret لو جي بعدها ing معناها نادم على حاجة حصلت، فدي كده لسه ما حصلتش. فهنا I regret to say، اسف ان اقول ان مش عارف ايه كده بتاع الاسبوع الجاي هيتلغي. يبقى الاجابه دي تو سي. لكن لو انا ندمان على التدخين هقول اي ريجريت سموكينج، يبقى نادم على حاجه حصلت. تمام كده. اللي بعدها. يبقى الاجابه هنا تو سي. ذير واز ا نوت اند اول ذا لايت وينت اوف، يبقى باور كات. تمام. بعد كده ماي ماذر ورند مي، حذرتني الا تبقى نوت تو تاتش. معلش انا احل بسرعه عشان فاضل دقيقه. 25 ذا ريد تيم ذا بلو تيم تو زيرو، هزم تبقى ديفيتد. defeated يعني هزم. The flight from Paris was 4 hours late. There bad weather in France. احتمال كان في ولا must have been. مفيش اللي هي اصلا must have been bad weather. تمام. اللي بعدها. My sister loves chocolate but I prefer ice cream. شخصيا انا بحب كذا. شخصيا اللي هي personally. تمام. The head of the school the computer checked once a year. ها مرة. يبقى ده مضارع بسيط، يبقى has the computer checked. has. بعد كده 29. We didn't eat to go to the exhibition because there were no more tickets. We didn't. ها تبقى managed to. فضل اقل من دقيقة. اخر واحدة. player in the team was. هتبقى every player. ان شاء الله في الجلسة التانية بإذن الله كل واحد يقول لي انا عايز كذا اشرحه له. يبقى انا خليها كل واحد يقول لي انا عايز اي حاجه تشرح اشرحها له باذن الله. هقفل وابعت لكم رابط تاني كمان 5 دقايق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.